استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين الماضي أداء الجهات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل، ودور النظام في تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين وتحسين وتطوير جودة الخدمات الحكومية. ولتسليط مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بداية نرحب بك سيد القائد، وكما يعلم الجميع يعني هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تعد الجهة المعنية بتوفير نظام تواصل وأيضا تطوير هذا النظام. في إطار ذلك، هل لك أن تحدثنا بشكل مختصر عن نظام تواصل وأيضا تقييمكم لمدى اهتمام واستعانة الجهات الحكومية لهذا النظام طبعا لتعزيز التواصل مع الجمهور وتطوير الخدمات والعمل الحكومي بشكل عام؟ بداية أمسي عليكم بالخير والسادة المشاهدين، وأشكر مركز الأخبار على هذه الاستضافة. اسمح لي في البداية أن يعني أثمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله المستمرة لجميع الجهات الحكومية بالتواصل الفعال والدائم مع جميع المواطنين والمقيمين من منطلق سياسة الباب المفتوح، وتوجيهات سموه حفظه الله بتطوير نظام تواصل بشكل مستمر يكون قناة فعالة لمعالجة ملاحظات واستفسارات ومقترحات المواطنين المقيمين. طبعا يسرنا في هذا الصدد أن نتحدث عن نظام تواصل، بأن نؤكد بأن هناك إقبال مستمر من الوزارات والهيئات الحكومية على الانضمام إلى النظام. بدأ النظام طبعا في 2014 ب 11 جهة حكومية، اليوم عندنا 51 جهة حكومية خدمية تباشر ملاحظات ومقترحات المواطنين المقيمين عبر النظام، والعمل جاري في الهيئة على ضم 3 جهات حكومية أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهي مجلس التعليم العالي، مراكز الرعاية الصحية الأولية، الإسعاف الوطني، والإدارة العامة للدفاع المدني. هذا الإقبال طبعا بلا شك يعكس حرص جميع الجهات على تنفيذ التطلعات وتوجيهات الحكومة المؤقرة، كما يؤثر إيمانها بأثر تبني الحلول المبتكرة لتعزيز التواصل مع الجمهور. كذلك أود الإشارة إلى أننا لمسنا على مدار السنوات دور النظام في تطوير العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ونشهد بصورة مستمرة الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية لتنمية وتطوير خبراتها ومهاراتها التي تعينها على التعامل الأمثل والسليم مع الجهات مع جميع الطلبات الواردة إليها عبر النظام. كذلك لا ننسى التأكيد على أثر النظام المعزز للابتكار والابداع في العمل الحكومي، تجسد طبعا ذلك من خلال مجموعة المقترحات التي تصب بشكل مباشر في تطوير العمل الحكومي، أو من خلال يعني الطريقة الغير مباشرة اللي هي اللجان التي تتابع الشكاوى المتكررة وتضع الحلول الجذرية لها من خلال إعادة هندسة الإجراءات أو يعني صدور القرارات والتشريعات الجديدة. ومن هذا المنطلق طبعا يعمل النظام على تمكين الأفراد في المشاركة في عملية تطوير وصنع القرار وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع مختلف الحالات، وهو ما أسهم في زيادة الثقة بين العملاء والجهات الحكومية، إلى جانب توحيد سياسة العمل الحكومي في معالجة الشكاوى وفق الآلية موحدة من خلال وضع الخطط التطويرية للخدمات الحكومية مع ميزة إعادة فتح الشكوى في حال عدم الرضا. طبعا إذا تسمح لي يعني في بعض الإحصائيات ممكن نذكرها الله يسلمك. عندنا إجمالي عدد الطلبات المستلمة في النظام منذ التدشين وصلت إلى 500,000 طلب. ثلث هذه الطلبات خلال العام 2022 حوالي 155,000 مقترح، منها 5,000 يعني اقتراحات، 150,000 شكوى و 5,000 مقترح تقريبا خلال هذا العام فقط. نسبة التزام الجهات خلال 2022 وصلت إلى أكثر من 99%، قريب 100%. وعدد مرات تحميل التطبيق منذ تدشينه في 2016 وصلت إلى 320,000. وطبعا الجهات اللي تتلقى الكثير من الشكاوى والمقترحات هي الجهات الخدمية من شؤون جنسية وجوازات، وزارة الإسكان، هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية، الكهرباء، العمل، التربية، الصحة، الأشغال. الكثافة هذه في المشاركة دليل على الثقة التي يحظى بها النظام من قبل الجمهور وأثره في حل المشاكل وتطوير العمل الحكومي، ودليل على سهولة استخدام النظام كقناة تواصل بين الجمهور والجهات الحكومية. نعم، إذن سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.